السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا استديو أخبار الدانا نيوز، وهذه أبرز العناوين. لدينا خبر عاجل من بنك الدوحة، هذا هو النداو الأخير لفتح حساب الدانا للتوفير والحصول على فرصة الفوز بأكبر جائزة نقدية في قطر بقيمة 2,500,000 ريال قطري. السلام عليكم ورحمة الله. هذا المكان الكل يعرفه، هذا سوق واقف. إحنا هذا المبنى اللي قدامنا الحين هذا كان مبنى سوق الذهب القديم، والحين استوى سوق العود والعطور العربية. خلنا ندش داخل ونشوف إيش في داخل. حياكم. طبعاً هني مجموعة من المحلات القطرية والخليجية المميزة، لكن أنا اليوم بميز أطياب مبارك. طبعاً أطياب مبارك يتميز بالعود، عند الهندي بأنواعه والأندونيسي والفلبيني والكمبودي. أي شيء تبيه من أنواع العود موجود عند أطياب مبارك. مجموعة متميزة من العطور العربية اللي مثل ما يقولون تمشي والريحة تمشي وراك. أطياب مبارك الطابق الثاني رقم المحل 29. حياكم.